بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الحجامة تعالج الصداع النصفي. يؤكد عدد من الأطباء أن الحجامة يمكن أن تشفي بعض الحالات الروماتيزيوم والربو والشقيقة، وسبب ذلك أن الحجامة تقي الدم من الشوائب الزائدة وتساعده على أداء عمله بشكل أفضل، مما يتيح للدم أن يتدفق عبر الدماغ بشكل أفضل، وهذا يخفف ألام الصداع. وأيضا لو يتم الاستماع إلى القرآن كل يوم لأطول مدة ممكنة، لأن الترددات الصوتية القرآنية تنشط خلايا الدماغ وتزيل التعب عنها، والله أعلم.